الميادين في المرموم، خصيصا في المهرجان الختامي، ختامي الختاميات في المرموم الذي ينطلق في اليوم الثالث على التوالي. نبحر في عمق الميدان، سيروا بنا هناك، نسير مع المراكز الأولى مع الانطلاق الأول في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق الجميل. نسير مع المركز الأول، ننطلق مع هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة والجميلة تقود هذا المسار، تندفع بالمركز الأول بالانطلاق الأول. تحذير، تحذير بدأ من البداية، سالم بسهيل بن سالم بن مصبح الكتبي الذي يقدم تحذير على المركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني المراكز. مشاهدين العزاء، متابعين الكرام، هناك تتواجد مياسة، مياسة ناصر بن حمد بن سعيد المغيري يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع، بينما هنا التواجد في هذه اللحظات وتقدم كبير في هذه الأسماء وهذه الشعارات الشايبة لأحمد بن صالح بن أحمد بن خلف القبيسي تتقدم في هذه اللحظات، بينما هناك من الجانب الآخر على المركز الخامس، المركز الخامس هناك وصلت في هذه اللحظات على خامس المراكز. هذه أفعال، هذه أفعال أحمد بصغير بن قنون بن محمد الكتبي تتقدم في هذه اللحظات. نسير مع هذه الانطلاقات، نكمل النداء إلى المركز السادس، سادس المراكز. شعار بن غالب يتقدم كذلك على المركز السادس. أما المركز السابع فوصلت في المركز السابع أشواق محمد بن ناصر بن خليفة الدرعي. المركز الثامن، ثامن المراكز، شوف الأسماء، شوف الشعارات العملاقة، هذه هي أشواق العبيد بن بخيت بن العرطي المنصوري. وهناك أيضا تواجد في المركز التاسع، تاسع المراكز، شوف اللي غيرت وبدلت الظبي لعبد العزيز بن عبد الله بن حميد الدرعي. والمركز العاشر، هذه اللي وصلت، اللي تنطلقت، هذه ندى، ندى ندى حمد بن راشد بن سيف بن مسلم الشامسي. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة. مسار الشوط اللقاية لصايل المحليات في صباح هذا اليوم في مهرجان المرموم ذلل الدار، انطلاقة المراكز الأولى. أعود إلى مقدمة الشوط، تبدلت الأمور، تغيرت الأمور، انطلق ناصر، ناصر بن حمد. مشاهدينا متابعينا، مياسة 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 ما مياسة، ناصر بن حمد الذي ينطلق في هذه اللحظات. هناك ينطلق مشاهدين العزاء المغيري على ناصر بن حمد بن مكموش المغيري، ينطلق على المركز الأول على الاندفاع الأول في هذا المسار، بينما المركز الثاني، شوف التغيير على المركز الأول اللي غيرت، اللي انطلقت وبدلت على المركز الأول. شوق 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 سليم بن خميس، سليم بن علي بن خميس العويسي ينطلق بالمركز الأول، ينطلق بالاندفاع الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الثاني، شوف المركز الثاني، يا سلام، هذه الظبي لعبد العزيز بن عبد الله بن حميد الدرعي تنطلق في هذه اللحظات في هذا الانطلاق. ثالث المراكز، ثالث المراكز، هذه مياسة، مياسة لناصر بن حمد المغيري يتقدم في هذه اللحظات. وصلت، وصلت، هنا انطلقت على المركز الرابع، هذه الظفرة، هذه الظفرة، سالم بن هادف بن عبيد المنصوري، ولكن المركز الأول. نسير مع المقدمة، نسير مع العويسي، نسير مع هذا الانطلاق. شوق 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 شوق
المحشوق سليم بن علي بن خميس العويسي ينطلق بالمركز الأول. ينطلق ينطلق ينطلق، سلامي عليك يا ود العوص، سلامي على هذا الانطلاق، السلامات لأهالي السلطنة. تنطلق تنطلق اللي هي شوق 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 شوق، سلام يا هالي جعلان، سلام يا هالي الفلي، سلام على هذا الفوز. سليم بن علي بن خميس ود العوص العويسي يندفع بالمركز الأول. روح الأمتار الأخيرة، حرك السلامات للسلطنة. وصلت في المركز الثاني وانطلقت مشاهدي العزاء الشاهينية مبارك بن حمد بالشرقي العامري، ولكن خلاص أعلنت الفوز، أعلنت الناموس والتحديات. شوق 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 سليم بن علي بن خميس العويسي، تهانينا وسلام السلطنة، سلام. المركز الثاني وصلت فيه الشاهينية لمبارك بن محمد بالشرقي العامري. المركز الثالث، المركز الثالث من وصلت في ثالث المراكز هذه الظفرة لسالم بن هادف بن عبيد المنصوري. والمركز الرابع، المركز الرابع هذه الظبيل عبد العزيز بن عبد الله بن حميد الدرعي. المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام حشيمة لسالم بن دحبة بن صقوح العامري. هذه النتيجة، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. نعود ونهني سليم بن علي العويسي على الفوز وعلى ناموسه، والسلامات من المرموم إلى السلطنة، إلى الشرقية في السلطنة في جعلان. 7 دقائق و25 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على فوز شوق وأداها الجميل. هذه لغصات الفوتو فنش، وهذا هو هذه دان تحفة الميادين في المرموم. مشاهدين العزاء بينما وصلت في المركز الثاني 7 دقائق 28 ثانية بالوفاء والتمام من حلت في ثاني المراكز، وهي الشاهينية لمبارك بن محمد بالشرقي العامري القادمة والمقدمة شعار الساد دائما. المركز الثالث 7 دقائق و29 4 أجزاء من الثانية من أتت في المركز الثالث، وهذه الظفرة لسالم بن هادف بن عبيد المنصوري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والناموس للجميع. متواصلين ومستمرين دائما مع